أزفون جنة فوق الأرض وجوهرة من جواهر البحر الأبيض المتوسط. أزفون معروفة بتنوع الأسماك ديالها وحتى النادرة منها، زيد على هذا يتواجد فيها أكبر عدد من الصيادين التقليديين اللي ما زالوا محافظين على مهنتهم. الجمال تاع أزفون ماشي فوق الأرض برك، أزفون تحت الماء حكاية واحدة أخرى. أنا عالم آخر، الصمت فيه هو الأساس، بصح العين عندها ما تشوف. خويا محمد عجبته وقيل المغامرة وحاب يعطينا تصريح في ميكروفون KBC. طبعا كاين غير ميكروفوننا اللي قادر يوصل لهنا. الميناء تاع أزفون دايما مشبح بالبواخر والسفن اللي تجيه من كل مكان، كل واحدة فيهم تجيب حكايات فيها القديمة والجديدة من مغامرات الصيادين، وكل شبكة فيها عندها حكاية مع أيامات الصيد. مع الغروب يزيد يحلى الجو والطيب القلوب، ومن ميناء أزفون انقلنا لكم يوميات بسيطة وجميلة وحيوية الغواصين وصيادين. عرفتوا معنا بالتأكيد باللي أزفون فوق الأرض ولا تحت الماء، كل شي فيها شباب والحياة فيها عمرها ما تتوقف.